بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة الثانية لشابتر 10، وزي ما المرة اللي فاتت حكينا عن Introduction to Error Detection and Correction، والآن راح نحكي عن Linear Block Codes، لأنه Linear Block Codes مهم جدا في Designing very efficient error detection and correction systems. طيب شو معنى linear block code؟ Linear block code first they are used in error detection and correction. And most of the block codes they belong to what we call linear block code. تعريف linear block code as follows: it is a code in which exclusive or if you do exclusive or of any two code words في system, the result is another valid code word. زي ما شفنا في التابلز اللي شرحناهم بالمحاضرة الفاتة. Okay. بس عم نشوفهم مرة ثانية هم. إذن الcode word, فإذا if you have a code word number one and code word number two, هاي غلط هاي صلحوا فيها خلنا نصلحها الآن أنا. Okay. So if I have two code words, as you could see here, and we take XOR operation. We perform this operation, the result is another code word which is a valid code word. طيب خلينا الآن ندرسهم. نشوف الآن في هذا السكشن بدنا نحكي عن المينيموم ديستانس لللينير بلوك كود بعد ما نشرحه كويس، وبعدين ناخذ سم اكزامبلز في الكودز. كمان هون في عندي ايرور، صلحوا لي اياه. اوكي إذن هذا تعريف linear block code. It is a code in which if you take exclusive or to any of the code words will result in a new code word and which is another valid code word. طيب تعالوا نيجي على السيستمز اللي شرحناهم قبل هيك احنا وياكم ونشوف هل هم linear code word ولا مش linear. هل هم لينير ولا مش لينير؟ أنا إذا بتذكروا أخذنا two tables أو two code words two systems. واحد فيه كان المينيموم ديستانس تاعته واحد، والثاني كان المينيموم ديستانس أو المينيموم ديستانس كان فيه واحد اثنين، والثاني كان المينيموم ديستانس تاعته three. فهل هذا السيستم اللي هون في التابل هذا، هل هذا تابل 10.1 كان، هل هذا الكودز الموجودين اللي هون هذول valid code words 000 011 101 110 هذول valid code words أربعة. الآن هل هذا linear؟ كيف نعرف؟ بناخذ ال 000 ونعملها XOR مع كلياتهم. إذا طلع code word خارج هذه القائمة بكون is not linear. أما إذا طلعت الريزلت دائما كلها كود ووردز وواحد من هذول بيكون السيستم از لين. خذوا مثلا مثال، انا ماخذ مثال هون، خذ 110، خذ هذا الكود اعمله اكس اور مع الكود اللي قبله، اي هذا اي مثال، فهذا راح يعطيني 110 اللي هو هذا الكود. طبعا اذا بتاخذ 00 مع اي واحد من هذول بيعطيك نفسه. خذ الثالث مع الرابع، خذ الاكسور لهذا، هذا بيعطيك 0 وهذا بيعطيني 110 اللي هو الكود اللي هون. اي كود وورد خذه وجربه راح تلاقي انه ذير از يعني اكسور اني اوف ذا كودز هير والريزلت ويل جيف يو ا فاليد كود وورد. اذا هذا لينير كود وورد. نفس العمليه، خذ هذا المثال، خذ خلينا ناخذ هذا مع هذا نشوف شو بعطينا.
هذا يتعمل له XOR يعطيكون واحد 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 زيرو واحد واحد زيرو يعني اللي بعده. خذ ال XOR لهذا راح يعطيني زيرو ون زيرو ون ون وراح يعطيني هذا الكود اللي هون. إذا هذا كمان is a linear block code. فهذا هو تعريف linear code أو block code. الآن إذا يعني يبدو بالاتجاه في الـ Error Correction Detection راح نعتمد كود بحيث يكون linear لا يعطيني ميزات. طيب الآن نيجي على Minimum Hamming Distance ونشوف شو علاقتها بالديزاين تاع الـ Error Correction Detection. عرفنا الـ Minimum Distance أعتقد إحنا وياك وقلنا The Minimum Hamming Distance لـ the minimum Hamming distance la linear code i code is the smallest number of ones في non zero code. شو معنى هذا؟ خذ التيبل هذا، هذا الكود في 1 2 3 هذا يسموه zero code، هذول الكود يسميهم zero code. الثلاث اللي هون يسموهم non zero code. اذا شفنا عدد الونز الموجودين هون ها كم ون في كم ونز هون 22 ونز كم ونز هون 2 ون كمان هون 2 ون. اذا من المينيمم هامينج ديستانس اللي طبعا احنا المره اللي فاتت عرفناها هي الفرق بين الديفرنس بتوين اني تو باينري كود. لا كمان تعريفها بسرعه انه النمبر اوف ونز هي بالاخير اكس اور، بما انها الاكس اور والاكس اور بتعطيك الفروقات لانه عند الزيرو زيرو اكس اور 1 بيعطيك 1 و1 اكس اور 0 بيعطيك كمان 1 ها. فبمعنى انه عدد الونز هم الهامينج ديستانس ل 2 كودز. طيب كمان هون لما نشوف الاي كود النون زيرو ونز هون 2 نون زيرو ونز 2 1 0 3 اذا المينيمم ديستانس لهذا الكود از 2. خذ هذا الكود بدناش ال 0 0 0 0 نظر هون في 3 ونز هون في 3 ونز هون في 4 ونز. ايش المينيمم تاعه؟ المينيمم 3. فالمينيمم ديستانس لهذا الكود از 3. فدي مينيمم هاي اللي بدنا نركز عليها الان. اذا دي مينيمم هون 2 والدي مينيمم هون للكود هذا از 3. طيب هذا شو بده يفيدنا؟ بده يفيدنا في السلايز اللي بعديها بتقول لنا النظريه هاي انه ذاكرين في نظريات اخذناها كمان انه if you want to detect one error او s error the minimum distance should be s plus 1. واخذنا كمان نظريه او قانون ثاني انه if you want to detect t errors the minimum distance لازم تكون للكود 2t plus 1. هاي هي علاقات المينيمم ديستانس مع الايرور ديتكشن والكوركشن. طيب الان نيجي على examples we want to design error detection and correction systems. اول سيستم ناخذ البارتي تشيك كود. البارتي تشيك كود عادي ما في مشكله. البارتي تشيك كودز اول ما شو معنى بارتي؟ احنا عارفين في عندنا شيء اسمه ايفن بارتي وفي عندنا شيء اوت بارتي وانتم اخذناهم اخذتوهم. البارتي انك بكون انت عندك باينري مثلا نمبر بدك تعمل الايفن بارتي. الايفن بارتي تضيف بت جديد لهم وبتقول بدي عدد البتس بدي عدد الونز يضل ايفن. هذه مثلا الاكزامبل اللي انا هذا في 3 1 عشان اخليه ايفن بضيف له 1. والاوت باريتي لا بخلي عدد الونز اود. طيب السمبل باريتي تشيك كود اللي احنا بدنا نصممه از سنجل بت ايرور ديتكتنج كود. يعني الان نصمم سيستم شو بيعمل؟ بيعمل سنجل ايرور ديتكتنج كود بيعمل ديتكت ل 1 ايرور. مواصفاته هذا الكود طوله n والm k اللي هو الداتا تاعتنا بلس 1 بلس 1 هذه هي الار بت. اذا الار بت 1 بت والk بتس اللي هم الداتا k. فكل k بت بدنا نضيف لهم 1 اكسترا بت. هذا هاي مواصفات. اذا اخذنا سيستم بهذه المواصفات الk تاعته k بت k والار بت از 1 هذا المينيمم ديستانس تاعته 2 بكون
this system can detect one error, single bit error, single bit detecting code نسمي. هذا السيستم طبعا احنا الباريتي تشيك او الباريتي كيف نطلعه، يعني لو هذا البت كيف بدي اطلعه؟ عن طريق الاكسور. اذا اخذنا الاكسور لاي مع بي، لو اخذنا البت هذول اللي هون حطيناهم على الانبوت اي بي سي دي واخذنا الاكسور لهم، الاوتبوت تاع البي هو الباريتي بت اللي بيعطيني هذا البت اللي هون. او اذا عندك اكسور من فور انبوت تقدر تعملهم نفس العملية، تدخل ال 0 0 1 الكود عليها وطلع لك الاوتبوت. في كمان موجود في السوق تب جاهزة، هاي 8 بت تعطيها اي بي سي، لها هاي 8 بت موجودين هون، تعطيها 8 بت بيعطيك الباريتي تاع ال 8 بت، بدك اياهم ايفن، والاوت باريتي هم كمان موجودين هون. اوكي الان نعتمد على الباريتي بت ونصمم سيستم احنا وياك وبيز على ذا. طيب لان السيستم اللي قدامكم هون او الكود اللي هون از لينير كود، اجين كيف تعرف انه لينير كود؟ خذ اكس اور اي كود مع مع معهم كلياتهم، اذا كلياتهم اعطوك كود وهذا الكود موجود في الليست اللي قدامكم هون فبيكون عندنا هذا السيستم لينير. اذا اي بأي لحظة بتعمل كود مع ثاني، بتعمل XOR كود وما بيطلع واحد من الموجودين هون، السيستم is non-linear. حتى لو طلع كلهم، لو ألف، لو عندي ألف كود وكلهم طلعوا XOR تاعتهم valid كود ما عدا واحدة، يكون السيستم non-linear. فهذا السيستم is a linear system. طيب هذا السيستم معتمد على parity check، بيأخذ الداتا، عندي 4 بت الداتا زيتهم شايفين هون 4 بت، نعملهم parity عن طريق هذا مثلا السيستم زي هذا parity تاعتنا. الريزلت اللي بتطلع بنحطها بت البت الزياده اللي هون، فالبت الزياده اللي انت شايفينه 000 بتحول ل 001، ال 001 بتحول ل 0011. ليش اضفنا 1؟ لانه even parity. كمان هذا في البت نضيف له 1 عشان يظل even parity. الكود اللي هون هو في 2 1s بنضيف له 0 عشان يظل even parity. الاضافات تطلع من هون من هذا الاوتبوت تاع هذا السيستم. اذا هذا الكود از يعني حسب السلايد اللي شرحناه قبل هيك should be able to detect one error. فتعالوا نشوف مع بعض واحنا ماشيين كيف هذا السيستم بده يعمل detecting ل one error. السيستم تصميمه بهذا الشكل. اوكي احنا نصممه بهذا الشكل. هذا السيستم هون الداتا تاعتنا الان بدي ارسلها الكي، هذول الكي بت اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 راح ندخلهم على السيستم اللي هون ونرسلهم الان في نفس اللحظه، احنا بندخلهم وفي نفس اللحظه بنبدا نرسل فيهم. الارسال بيتم هاي الشانل تاعتنا، يعني احنا ما بنستنى تطلع الباريتي، الباريتي بت بتطلع مباشره، فبنبدا نرسل الداتا اي 0 تكون طالعه على الشانل واي 1 نطلعها واي 3 ما بنخلص A3 بالارسال الا الار بت از ذير. مين جنريتر؟ وين هو جنريتر؟ هذا اللي هون. اوكي او اي اكس اور جيت او اي شيب بتعمل باريتي بت، فالار رايحين نضيف راح نضيفون. مثلا لو دخلنا هون 0 0 لو كان الداتا تاعتي 0 0 1 اوكي، اذا بنرسلهم هذول الان زي ما هم، الار بت بيكون مجهز لي 1 بت هون، لان الاكسور اذا ل 001 البريتي بت تاعته بيطلع البريتي بت از 1 عشان يصير ايفن. ها فبتكون هاي قيمه 1. بعد ما نرسل نخلص ارسال اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 الار بتكون جاهزه وبنرسل الداتا بهذا الشكل بالتسلسل، 0 اول واحد طلع، 0 الثاني بيطلع، 0 الثالث بيطلع انه هذا سيريال، بعدين اخر 1 من الداتا، بعدين الار بت اللي هو هذا يرسل بعدين. الان عند الريسيفر وعندنا نفس الجنريتر، هذا الجنريتر هو نفسه اللي هون، الجنريتر اللي هون هو نفسه اللي هون. لكن الان هذا بياخذ 5 لانه ناخذ الداتا راح هون راح نسميهم بي، ليش سميناهم بي ما سميناهم ايه؟ لانه احتمال يكونوا تغيروا، يعني الاي 0 مش شرط نفس الفاليو تظل اي 0، عشان هيك سميناهم بي 0 بي 1 بي 2 بي 3، يعني بمعنى اخر ممكن يكونوا قيمتهم متغيره فقط، عشان هيك اعطيناهم بي مش ايه.
والار كمان ممكن تتغير فسميناها كيو. اوكي الان الكيو غير هم اللي ندخلهم هون، والبيز راح يدخلوا على 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 السيستم هذا الجنريتر، والان راح يطلع لي هون يا 1 يا 0، هذا راح نسميه سيندروم. اذا طلع لي 0 نو ايرور، اذا طلع لي 1 معناته ذير از ان ايرور. وهذا الان اللوجيك اما برمي الداتا اذا فيها ايرور، واما بقبلها بقيم الار بت وبقبل الداتا وبعتبرها صح في حالها. اذا هذا جاست سيستم دو ديتكت از ديزاين تو ديتكت 1 ايرور، بحكي عن ديتكشن مش كوركشن حتى هذه اللحظه. اوكي مره ثانيه، اذا الداتا بناخذها مدخلها على الجنريتر، جنريتر بيطلع لي الباريتي بت، نرسل الداتا وراها الباريتي بت تصل لعندنا فيها ايرور او ما فيهاش ايرور، عشان نتاكد ندخلها على جنريتر مره ثانيه كلياتها مع انكلودنج الباريتي بت. الان السندروم اللي بيطلع من هون اللي هو هذا هون في الديزاين، السندروم يا اما 1 يا 0. اذا 0 معناته الداتا ما فيهاش بت، واذا 1 اذا 0 الداتا ما فيهاش ايرور، واذا 1 الداتا فيها ايرور. وهيك بيكفي. الان شو نعمل؟ عملنا ديتكشن فقط، فاحنا صممنا سيستم بسيط يعمل ديتكشن للايرور. طيب هاي اكزامبل كيف نمشي. مثلا انا مشيت معكم مع ديتا، خلينا ناخذ مثلا ديتا، نرسل ديتا ونتبعها. فبدي ارسل الداتا 1 0 1 1. الان البارتي تشيك اذا بدك تعملها هذا راح يضيف لي 1 بت اكسترا عشان اعملهم ايفن، فالبارتي تشيك از 1. فالداتا اللي بدي ارسلها هذه 1 0 1 1 زائد الار بت 1 اللي طلع من البارتي تشيك. اوكي الان لنفرض انه الداتا وصلت زي ما هي، this is what have been received. إذا بتحطها على السندروم، إذا بتحطها على الجنريتر الإكسور جيت، دخلهم كلهم على هذول على إكسور جيت. أوكي شو بعطيك؟ كونه even parity راح يعطيني 0، السندروم راح يكون 0. 0 يعني no error. so بناخذ الداتا، الداتا اللي هو جزء هذا منه. أوكي فهي هي الداتا أخذناها بمعنى نيرو. طيب نفرض إنه استلمنا الداتا بهذا الشكل وكان في error بالمنطقة هاي في الاي بت، في احد الايرور موجود بالاي 1، طبعا اي 2 اي 1 اي زي اي سوري هذه اي 1 وين هذه لازم تكون هاي الترقيم انا هون غلطان فيه، خليني اصلحه بعد اذنكم. هذا الترقيم غلط، هاي A0 لازم تكون، هذه A1 مضبوطة، الثانية A2، الثالثة A3. اوكي طيب إذا بدنا ناخذ أخذنا الداتا، لأن في ايرور هون موجود في A1، المفروض الايرور يكون وين؟ مش A1 هذا، إذا أخذنا الداتا هون الايرور نعم بده يكون في هذا المكان. أنا كمان هون غلط، كمان التعليم هون غلط، هذا لازم تكون ال A1 هي هذه اللي الحمراء انا معلم، الاحمر حاطه ايرور الكو. اوكي وهذه ما فيها شيء تمام. اوكي طيب اذا الايرور موجود في A1 في هاي المنطقه. اذا اعطينا هذا للاكس اور جيت في 3 1 بضيف 1 له، فبطلع لي السندروم از 1، معناته بيقول لي هذا في ايرور. وين الايرور؟ احنا ما بنعرف، انا وياكم احنا بنعرف بالنظر انه موجود ب A1، بس الحقيقه لحد الان احنا ما بنعرف وين موجود الايرور، يعني السيستم ما بيعرف، ما هي العيون زينا، بنضيف له عيون بالمرات الجايه. اذا كونه بيقول لي سندروم زون معناته في ايرور، الداتا معناته مش راح اخذها، راح ارميها. اوكي الان نفرض اننا بدنا ناخذ السيستم ونحط ايرور في
في ار 0 لانه كمان الريدندنت بت ممكن يصير عليهم 0 الار 0 اذا هذا اللي بده يصير فيه ايرور هذا هذا الفعل ار 0 اوكي اذا بتعطي هذا للجنريتر بقول بيطلع لك 1 بت 1 بت بيعطيك يعني في ايرور والايرور موجود اذا قدر يكتشفه اعطيني في المنطقتين اللي هون في 1 ايرور في الكود سواء كان في الار بت ولا في الداتا نفسها فقدر يكتشفه طيب تعالوا ناخذ ال 2 بتس بقدر يكتشفهم ولا لا احنا ما صممناها ذاكرين في مره في احد السلايد قلنا ان السيستم از ديزاين فور سيرتن كواليفيكيشن الكواليفيكيشن تاع السيستم تاعنا از تو ديتكت 1 بت طب ممكن اعمل ديتكشن ل 2 بتس ممكن لا ممكن اه ل 3 بتس ممكن اه ممكن لا لكن احنا مصممينه تو جارانتي سنجل بت ديتكشن سنجل بت ايرور ديتكشن طيب نرجع للمره فبدنا نعمل ايرور ب ار 0 بدنا نعمل ايرور ب اي 3 المنطقه هاي والمنطقه في ار الان اذا بنعطيه للسندروم بقول لي اوكي هذا الاس ايكوال 0 لانه في 2 ونز مش راح اضيف له اي 1 فالسندروم بقول there is no error طبعا هذا بالصح في 2 ايرور بما انه هو قال انه ما في ايرور اذا بده ياخذ الداتا الجزء الداتا اللي هو المنطقه هاي كلها راح ياخذ الداتا على اساس انها 0 0 1 1 ويقول وياخذها كديتا طبعا هذا فولس ديتكشن وبس راح نتحمله لانه يعني ما احنا should not detect cannot detect two error اذا we note here the data word is wrongly created ليش لانه السندروم اعطاني 0 والسندروم لانه صار two errors مع بعض ما قدر يكتشفهم طيب لو عملنا 3 ايرورز بقدر يكتشفهم الحقيقه راح تشوفوا لو اخذنا ايرور بA وA بالAs كلهم وهذه الداتا تاعتنا او هذا اللي ارسلنا اللي ريسيف مع 3 ايرورز اذا بتعطيه للسندروم بقول لك بيطلع لك 1 اوكي السندروم استعدنا راح يطلع لنا 1 وبقول لك there is an error اذا يبدو هذا السيستم كان ديتكت سنجل ايرور 3 ايرورز كمان الحقيقه ممكن يستخدم عملوا 5 ايرورز يعني لو عملنا ايرور 5 كمان بيكتشفهم فيبدو انه اود ايرورز كان بي ديتكتد Even errors cannot be detected. Okay. بس احنا ما عملنا للود ايرورز احنا وي جارانتي انه 1 ايرور تو بي ديتكتد. Okay. هذا التصميم تاعنا. اذا simple parity check code can detect odd number of errors. يعني اذا صار 1 ايرور بيكتشفه 3 ايرورز بيكتشفهم 5 ايرورز بيكتشفهم. طيب 7 الكود تاعنا ما في 7 في عندنا لحد 5. 4 داتا والار بت از 1 بت اكسترا فعندنا 5 في الان عندنا الان 5 الار 1 والكي 4 طيب هذا السيستم ممكن نعمل له موديفيكيشن هيك شويه يعني حركه بسيطه وسمبل